معقولة يكون عم يدرس جوا بالحمام؟ كيف بده يدرس إذا ما في معه جوا كتاب؟ لك شو بده يعمل ثلاث ساعات جوا؟ بعد برهوم رامي افتح جبده افتح طلع بس خمس دقايق ورجع قد ما بدك جوا طلع رامي رامي تيتي افتح الباب افتح لي إلي أنا بدك افتح بابا افتح معناته ما في غير نخبر الشرطة ليش الشرطة؟ لحتى يفتح حضرته طولوا بالكم يا جماعة شغلي ما بدي لا شرطة ولا شي معناته ما في غير نكسر الباب ونفوت برهوم يا ريت ترحمنا شوي من أفكارك الفزة برهوم معه حق لازم نكسر الباب ونطالعه بالزور طول بالك طول بالك أنا بيطلع لحاله نكسر له ألف ساعة جوا ما عم يطلع لحاله أنا ما عارف كيف طالع برهوم نعم نعم عدي نط على البيت وجيب لي عصاية المستقبل تبعك بسرعة طلع بتطلع يا ولد بتطلع أهلين نادية أوف كل الأدب ورامي معصب بسيطة بسيطة لا أوعك تخليه يكسر باب الحمام دخيلك يلا أنا جاي مسافة الطريق شو يا جماعة لسه ما طلع لسه لا حول ولا قوة إلا بالله طول بالك طول بالك يا ابو رامي طول بالك يا نشيد طول بالك لك ما عاد في مجال لطول البال يا عاد الله يخليه هذا الزلمه عم يناكدني بده يدرس جوا بالحمام غصب عني معلش طول بالك اهدى شوي اهدى لك اخي ما بدي اهدى ما بهدى الا اذا كسرت الباب ايدي التنتين لا حول ولا قوه الا بالله طيب انا وياك بنكسر الباب هلا ايدي وايدك بس اهدى شوي بالاول اخي ما بدي اهدى برهوم نعم نعم عدي جبت العصاية؟ رح اروح جيبها بس طول بالك هلا نط نجيب بالهداوي الله يرضى عليك يا ابني ولك يا عمي بدك هداوي اكثر من هيك شو هالحكي يا نشيد يا نشيد طيب اسمح لي انا خليني انا احاول خليني انا احاول اذا بتبي طول بالك اهدى شوي روح رامي يا رامي حبيبي افتح الباب رامي حبيبي افتح الباب وإلا رح نضطر أنا وأبوك إنه نكسر الباب وندخل عم تسمعني؟ رامي مكي بحبك يا أخي طول بالك بدي أكسر الباب واللي بده يصير يصير